إنه بحب إنه أركب العكازات وأمشي مع مثل البنات. ليش بتكره العكازات؟ بلعوني. اسمي إسراء، عمري 6 سنوات. كنا بقلب، بعدين كنت أنا بلعب برا، طيارة طلبتني إلي وأختي ماتت وأنا إجي انقطعت، بعدين صرنا نطلع من ضيعة لضيعة لحتى وصلنا لهون. احكي لي كيف بتمضي يومك أنت هون بالمخيم؟ بروح بلعب عن بنات عمي، بطلع لبرا بلعب، وإذا كان عندي وظايف بكتبهم. كيف بتروحي وبترجعي على المدرسة؟ بروح بالعكازات. أنا بروح على المدرسة، أحيانا بروح بالعكازات، أحيانا أبوي بياخدني، أحيانا بروح مع رفقاتي بمشي معاهم مشي. فبتفاجئ أنا بالقرية الثانية، كنت رايح أجيب حاجات للعيلة من طبخة أو من طبخة أو شو اسمه حاجات للعيلة البيت، وأز بلاقي القصر القرية اشتغل. فعند وصولي إلى عيلتي وجدت بنتي من ضمن القصف مبتورة أجره. حلمي بحياتي كسر داري بنتي، بس بنتي بس هاي كسر داري. وحلمي أكون إنه يصير عندي إيجار وأكب العكازات. حلمي أن أكون أمشي مع مثل البنات وأرقد وكل شي يعني.